التعليم والتعايش شعار المؤتمر الدولي المستمر أشغاله إلى غاية السابع من هذا الشهر. الحدث الأول من نوعه يروم مناقشة مواصلة تعزيز التعاون الإقليمي وتقديم توصية سياسية قابلة للتنفيذ. نحن فخورون بأن حكومات المنطقة والإدارة الأمريكية تعتبر مبادرة N7 شريكاً رئيسياً في العمل المهم الذي يقومون به. الملتقى يندرج في إطار مبادرة N7 التي أطلقها برنامج الشرق الأوسط لمركز التفكير الأمريكي بشراكة مع مؤسسة جيفري A.M. تالبنز. مؤتمرنا صمم حول التعليم والتعايش السلمي لإنتاج توصيات سياسية لحكومات المنطقة قابلة للتنفيذ، ومن شأنها زيادة التعاون وتعزيز التسامح. المشاركون يناقشون مواضيع تتعلق بالتحديات المشتركة ومجالات التعاون التي تحفز الالتزام والتعايش في مجالات التفاهم بين الثقافات.